بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد سلامة. هنكمل إن شاء الله مع بعض كورس يور شورت كات واي تو في ام وير تحت رعاية فيرست ليرن أكاديمي. كنا خلصنا المرة اللي فاتت، عملنا كيوريتنج للفيرتشوال ماشين، وكنا عملنا أخص ويندوز سيرفر 2003 انتربرايز. هنا عملية الانستوليشن، هنعمل باور اون بشكل عادي خالص، هنعمل هنا فول سكرين. وانس يا جماعه ان انا دخلت جوه الويندوز، لو تلاحظ معايا فوق هنا بيقول لك بريس كنترول الت علشان تطلع من القائمه ديت، بدوس كنترول الت في الكيبورد علشان اخش عليها تاني كليكايه بس جواها، بقيت جوه القائمه تاني. يبقى اذا لحد ما نسطب حاجه اسمها الفي ام وير تولز، انا علشان اخش على الماشين بدوس بس عليها كليك عشان اطلع منها كنترول الت الى اخره. طبعا مراحل السيت اب عاديه خالص، احنا مش بنشرح سيت اب طبعا يا جماعه. بتسطب ويندوز عادي خالص علشان نوصل للهدف بتاعنا، ان احنا يبقى عندنا فوق دلوقتي الكمبيوتر بتاعنا الهاردوير الاساسي الهايبرفايزر، فوق الهايبرفايزر اكتر من اوبريتنج سيستم نقدر نشتغل عليهم كلهم في وقت واحد وكلهم يبقوا راننج في وقت واحد. طيب على ما يسطب الويندوز، خلينا نكريت فيرتشوال ماشين تانية نفس الخطوات تيبيكال. ليتر انا عايز لينكس، اوكي هنشتغل بالاوبنتو، ابتدي اقول له نيكست. طب هتحط الكلام ده فين؟ انا عملت فولدر على الديسكتوب باسم اوبنتو او لينكس، سوري نخلي النسخة اسمها اوبنتو مفيش مشكلة. نيكست، خليها سنجل فايل 20 جيجا كفاية. كاستمايز هاردوير، هو ده 1 جيجا، اوكي. البروسيسور نديله ايضا 2 كور. خلينا في السي دي روم كده، اقول له هات لي ايزو فايل. لو جيت هنا في الاوبريتنج سيستم، لو جيت هنا في اللينكس اوبنتو، وليكن ناخد مثلا الديسك توب 36. الفلوبي طبعا قلنا مش محتاجينه، هنعمل له ريموف. النتورك لسه ما نعرفش عنه حاجه عن النات الى اخره. خلاص كده اوكي فينيش، وابتدي اعمل ستارت. يعني انا اقدر طبعا اسطب اكتر من نسخه او اتعامل في اكتر من نسخه في وقت واحد، وهذا اصلا الهدف من البرنامج. احنا بس علشان نبقى على بيئتين مختلفين من الاوبريتنج سيستم، واحد مايكروسوفت هنمثله في ويندوز سيرفر وهننزل معاه بعد كده ان شاء الله ويندوز اكس بي، وواحد اخر في بيئه اللينكس علشان لو هنطبق امر او امرين من اوامر اللينكس نقدر نتعامل معاه. الانستليشن برضو يعني احنا بس هنعمل انستليشن عادي مش بروفيشنال، لحد ما نوصل بس ان هو يدينا الجرافيكال يوزر انترفيس علشان نبتدي نشرح اللي احنا عايزينه على الفي ام وير. نخش جوه المكنه. طبعا الموضوع بياخد وقت شوية. نيجي هنا انا ابتدي اقول له انستول اوبنتو. طبعا مش عايز ابديت، مش عايزين ابديت، لا كونتينيو. ديسك اند انستول، خلاص اوكي. الاوبشن الاولاني هنشيل الديسك كله وانستول اوبنتو مفيش مشكلة، بحيث ان هو يبتدي يهيئ الديسك بتاعه على البيئه بتاعته. اللينكس طبعا مختلف عن المايكروسوفت، ولكن احنا مش هنخوض في تفاصيل يا جماعه، احنا بس بنوري اللي شغال على بيئه اللينكس واللي شغال على بيئه المايكروسوفت اللي هو هيطبق قدام ان شاء الله. اي حاجه بقى مش مشكله. اقول له كونتينيو، مش مفيش مشكلة. وليكن سلامة. الكمبيوتر نيم خليها بس سلامة دي سي.
طبعا الكمبيوتر نيم لازم يكون مختلف عن النيم بتاعك او اليوزر نيم بتاعك. الباسورد وليكن هنديله اي باسورد. وهقول له لوجن ان اوتوماتيكلي علشان ما يسالنيش على الباسورد بعد كده. كده اقول له كونتينيو. طبعا الموضوع هياخد وقت على ما يبتدي يحصل عليه الانستوليشن. خلينا اوقف الفيديو وارجع لك ان شاء الله بعد الانستوليشن ونشوف ايه اللي حصل. طيب احنا الويندوز عندنا كده المفروض خلص خلاص بأبلاينج السيتنج، وادي الاوبنتو خلص ايضا، وانا ستارت عملت ستارت المكنه ثالثه اكس بي بحيث ان احنا نشغلها مع السيرفر ان شاء الله علشان نقدر نطبق شبكه او نقدر نجرب شويه حاجات من خلال الشبكه داخل برنامج الفي ام وير. طيب خلينا نروح للسيرفر علشان اعمل له كنترول الت ديليت، ما تعملهاش من الكيبورد لانه هيطبقها على المكنه الاساسيه بتاعتك. هتيجي هنا في ام، تبتدي تقول له سند كنترول الت ديليت. انا مش عامل ادمن طبعا، مش عامل ادمنستريتور باسورد، ولكن طبعا ده غلط، لازم السيرفر يكون عليه ادمنستريتور باسورد. بعد اكتمال الخطوه ديت، انا زي اي ويندوز عادي يا جماعه، بعد ما بخلص الانستوليشن بتاعه محتاج بكل بساطه التعريفات. وقلنا التعريفات في بيئه الفي ام وير او الاي اس اكس اي اللي هو الفي سفير، المنتج الثاني اللي احنا هنتكلم عنه، بتكمن في حاجه اسمها في ام وير تولز. طيب علشان اسطب الفي ام وير تولز بكل بساطه، كليك يمين على المكنه هتلاقي انستول في ام وير تولز. الكلام دوت على مستوى الويندوز. او باجي هنا على كلمه في ام وابتدي اقول له انستول في ام وير تولز. بيلود الموضوع كاسطوانه. طبعا ده السيرفر مانجر، كل ده نرجع له ان شاء الله قدام. نطلع الايقونات خلاص بقى. انت كانك بتتعامل مع انفايرومنت حقيقيه، انت فعلا عندك ويندوز سيرفر 2003 بتتعامل معاه بشكل طبيعي جدا. ولكن احنا هننزل له التعريفات في الاول. نزلها لي اهو كاسطوانه مجرد ما قلت له. طبعا المفروض بيفتحها اوتوماتيك، ولكن هو اتاخر شويه عشان كده انا دخلت جبتها. الفي ام وير تولز ابلكيشن عادي خالص. احنا هنسطبه كومبليت بحيث ان هو ينزل كل الفيتشر اللي فيه. يعني انت طبعا مش هتحتاج كل الفيتشر، لان في فيتشر بعدها بالسكازي وحاجات تانية يمكن انت مش هتحتاجها، ولكن خلينا نسطبه كومبليت للامان. ببتدي اقول له انستول واستنى عليه لحد ما يتسطب ويطلب مني عمليه ريستارت لحد ما يخلص. خلينا نشوف المكنه الاكس بي وصلت لفين. لسه قدامها شويه. طيب نستنى عليه، مش هياخد البرنامج اكتر من دقيقتين ثلاثه ان شاء الله، وهتلاقيه نزل. وادينا الاوبنتو نزلت عندي تمام كامله، ما فيهاش اي مشاكل. طيب الاوبنتو انا بفضل او اللينكس عامه نعمل له فيديو لوحده في خصوص الفي ام وير تول انستوليشن، علشان الموضوع بس مختلف شويه، بسيط مش كبير، ولكن انا افضل نعمل له فيديو لوحده بحيث اللي بيدور على الانستوليشن بتاع اللينكس ما يتوهش معايا او يضطر يخش معايا في الفيديو دوت، لا يبقى ليه فيديو لوحده بحيث الناس توصل له بسهوله ان شاء الله. بص، وانس ان البرنامج نزل ابتدت الشاشه تفرد، الديسبلاي بتاعتي ظبطت، اقدر اخرج
واطلع من الماوس من غير كنترول الت، مش محتاج الكلام ده، اقدر اخد حاجه من جهازي وارميها جوه هنا دلوقتي. سهل لي حاجات كتيره جدا الفي ام وير تولز او التعريفات. مجرد ما بقول له فينيش بيطلب مني ريستارت، وبعد الريستارت خلاص كده يبقى انت نزلت الفي ام وير تولز. طبعا احنا لو عايزين نشيله يا جماعه كليك يمين هنا، وطبعا هنا ببتدي اقول له مثلا ري انستول، او انا هوريك عمليه الريموف بتاعه من جوه الويندوز عامله ازاي. ويندوز اكس بي لسه قدامه شويه. شغال في ويندوز عادي خالص. فبص بقى حضرتك دلوقتي انا معايا الويندوز بتاعي، والابليكيشن اصبح قايم عليه ويندوز سيرفر 2003، اصبح عليه اوبريتنج سيستم لينكس، اقدر اشتغل عليه واحط عليه ملفات واطبق عليه واجرب عليه الحاجات اللي انا عايزها. فاحنا بكده خلاص طبقنا الثلاث مراحل بتوع الفيرشواليزيشن تكنولوجي، واصبح عندنا بالفعل بيئة مبنية على الهايبر فايزر على اللاب بتاعنا من النوع الثاني اللي هو الهوستد من انواع الفيرشواليزيشن. هاجي هنا اقول له في ام سند كنترول الت كده، اقول له اوكي. طبعا هو يبتدي يحسن دلوقتي الاداء بتاع الشاشة. ان احنا مسطبين خلاص الفي ام. طب الفي ام وير تولز بينزل زيه زي اي ابلكيشن عادي. لو جيت هنا في الكنترول بانل ابتدي اقول له اد اند ريموف بروجرام، الاقي الفي ام وير عندي هنا عايز اعمل له ريموف، اعمل له ريموف، ولكن هفقد الفيتشر بتاعتي. طبعا ما ينفعش ان انت تعمل له ريموف. ارجو ان احنا نكون خلصنا الجزئيه ديت. هنعمل الانستوليشن للفي ام وير على الاوبنتو في فيديو صغير كده الفيديو اللي جاي على ما الويندوز ده ينزل، ونبتدي نكمل ان شاء الله شرح الفيتشر بقى الخاصه ببرنامج الفي ام، وايه الحاجات اللي انا ممكن اشتغلها عليه. اشوفكم على خير المحاضره اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.